كنقول لك حطي تصويره كل عيد جويز انيفرسير فينا نهار حطي تصويرتها ما كتبتي ليش تا كومونتير ما بجيم ما درتيهاش ودابا شنو علاش دابا حاط لها هادشي هذا زعما حاول نتواصل مع نرجس ومع اختها نوامرها كاع اللي عندي ما خدامينش كنصيفط لها ما كتجاوبنيش حيت بصح داكشي اللي كنت عارفه غادي يوقع وهي عارفه هادشي وهي عارفه وفاهمه لان اي امراه في هذه الدنيا كتنازل على بزاف ديال الحوايج كتبقى حياتها كامله كتنازل وعمرها ما غادي تكون هانيه حيت هو زي ما انا ماشي شغلي داكشي اللي شفت انها سيده بصح تضررات بزاف وداكشي انا حاضره عليه صراحه كيحز في القلب وكيضر والله يدير لك شي تاويند الخير اختي هادشي اللي غادي نقول لك ونوضي صافي بركه صافي نوضي تهزي جمعي الوقفه السلام عليكم كان شيئا لم يكن حسبي الله ونعم الوكيل. نصيحة لوجه الله لأي بنت ما تنازلي على أي حاجة حيت حتى شي حاجة في هاد الدنيا ما تستاهل أنك تنازلي عليها من غير ولادك ووالديك فقط ما تنازلش على قرايتي ما تنازلش على خدمتي حيتاش راجل راه كتكملي مع حياتك باش كتولد وليدات ماشي محور الكون حيتاش راجل ما يمكنش غادي يضيع مستقبله أو اللي يسمح في بزاف ديال الحوايج على وديتك انتي لا دائما قولي انا وولادي ووالدي ومن بعد الطوفان كنتي معايا ود الناس احترمتيني من النهار الاول مرحبا نحطك من فوق راسي ولكن باش بنادم هذا حيتاش اصلا خدمي اختي على راسك وقراي على راسك وديري مستقبلك وسهل الله في شي ولد الناس مرحبا ما نسهلش انا عايشه الحياه راه ماشي راجل البنات صافي حيت حنا من طبعنا كبشر ملي كنشوفوا شي انسان كيتنازل وكيسمح المره الاولى وكنغلطوا ويسمح المره الثانيه ما كنبداوش كنحترموه ما كنبقاوش عاطيينو قيمه علاش صافي غلطتي معايا النهار الاول طيحتي من كرامتي الارض غنطيحك غنحيك كانك ما كاينش صافي وغنكمل حياتي فما يمكنش نبقى انا كنتنازل باش نرضي غرور ديال انسان مريض نرجسي مريض سير تعالج ما نعطيكش فرص مريض خاصك تمشي تعالج وما تبينش انك لا انا مزيان وانت الخايبه اوكي مي الله يعاون ما داك فور داك بزاف ديال الفرص كتخليك انك دائما تبقاي تحت الصباط هاد الشيء ما مزيانش قراي اختي اصلا شوفي ما كاين رجال ما كاين راه الذكوره وحنا اختياراتنا غلط سالينا حنا اختياراتنا غلط نتكمشوا نخدموا على راسنا وخوي راسك واي امراه كتسمح في حقها وتتخان وتتضرب وتاتوتاتوتاتوتا الى اخره وكيجي كيدمع عليها جوج دمعات وكتسمح على وديت ولادي ماشي خاصك العصا انت راه خاصك بزاف ديال العصا حتى شي واحد ما كيبقى بالجوع وحتى شي ولاد ما كيتشردوا وحتى شي حاجه ما كتشرد حيتاش انت اللي غتشردي داك الولاد اللي بقيتي عايشه في الدل حيتاش انا كنكره المراه الضعيفه كيف ما بغات تكون اللي كتقول لك لا على ولادي ولا على وديت المجتمع الزمر حيت حتى شي واحد ما كيعيش معاك وما كيشوف المعاناه اللي كتعاني فبركه وبزاف بنات انا مشيت كنقلب انا ما عارفاش الدار ديالها بالضبط حيت كانت ديما كتوصلني وكنت كنجي عندها كتلقاني حدايا جايه ساكنه مورايا طلعت كنسول الناس وصلوني لابارتمون ديالها ما كايناش هنا النوامر كاملين اللي كنصوني فيهم حتى شي وحده ما كاينه حتى جايه كتبدل النوامر الكونسيرج عطاني النمره ما كايناش ما عرفتش انا كتبت عليك كتقلب يضرني وتخلات عليا ما عرفت حتى شي حاجه البنات يلا خرجت من عندي نرجس شنو نقول لكم انا موالفه كنشوفها ديما ضحكه ديما زوينه ديما بوزيتيف اول مره كنشوف البنت ما فيهاش قطره ديال الدم شوكيه الله يدير لها شي تاويند الخير واي واحد كيحقر المراه كيف ما بغات تكون وخا تكون هي اللي ظالمه هي اللي الله ياخذ فيه الحق حيتاش كتعيا تشوف كتقول الوليه ما خصهاش تحقر ما بالك اللي حاقرها بصح
مي حتى شي واحد ما كي حتى شي واحد ما كيبقى بلا حقه. وربي كبير، وان شاء الله غدا الصباح غادي ترجع. الصباح ان شاء الله كي غادي نفيق غادي نمشي نجيب تجلس معايا هنا باش تبدل الجو. ما تبقاش بوحدها، حيت هذا الوقت ما خصهاش تبقى بوحدها. والبنت ديالها مسكينه مرضت ليها بالحساسيه، وسيده بوحدها واقفه على كل شيء، وكانت باغا تفرح وباغا بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غنفرحوا بيك وغنفرحوا ان شاء الله بهذيك البنيسه، ديك الملاك الغزال، وكل شيء هادشي غادي يدوز وغادي يبقى غير تعاود، وكل واحد غادي يبقى في عيبه. وانا من طبيعي ما كنعلقش على المشاكل ديال الناس، ولكن بالضبط حيت نرجس عشت معاه بزاف ديال الحوايج وما شفت منها غير الخير، واختي وكلمه الحق كتقال. وان شاء الله ما غاديش نخليوها بوحدها، ويكفي انكم نتوما كتبغاو بزاف ديال الناس خايفه عليها. مي الحمد لله هي راه ولات صراحة نادرا فين كنهضروا على شي حاجه اللي راهي جات موقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الفنانه هذه صراحه بقات فينا بزاف. علاش؟ لانها زعما عاشت واحد شي حوايج اللي زعما كيضروا في القلب. لا شتو لي ستوري راه صراحه كيأثر فيك كيفاش انسان يقدر يسمح في كل شيء على قبل مثلا واحد ما تعرفش بك. ملي كنهضر على الاعتراف ماشي بالضروره ان زعما نقول لا اعترف بها خصو يلوح تصويرته معها ولا خصنا هذا، كنضرب بصفه عامه. راه كاين واحد مجوج بوحده ما كيبغيش يعترف بها حتى لدرجه انه في الزنقه ما يقدرش يمشي معاك، كيسبق بجوج خطوات ولا يرجع بجوج خطوات الا جابتها الفرصه، بلا ما هضروا ان والله لا خرجت معاه وزيد فهمتي، كتولي تسنى شي مناسبه باش انها تخرج معاه. كتلقى مجوج كيقول لهم انا ما مجوجش، يعني علاش؟ يعني فهمتي كيفاش الانسان زعما من الاول كيفاش كياكسي؟ علاش زعما غتتزوج بشي وحده انت ما راضيش بها؟ زعما شنو لوبجيكتيف؟ والحاجه اللي كتضر اكثر هو لدرجه ان انسان بنته حتى هي زعما ما معترفش بها. يعني هادشي كامل باش ما يتسماش هذاك راه انا مجوج بفلانة وهذيك بنتي وبنادم، مع العلم ان كل شيء عارف. يعني شو بغض النظر غيقول لك ان لا ما خاش جوج ما عارف بيناتهم زعما شنو كاين غير الله، راه داكشي باين. انسان ما عمرو باين حتى من لي كومونتير السيده، انا بشحال هادي وانا متبان السيده من لي كومونتير كيوصلوا هاد لي كومونتير كيقول لك علاش راجلك ما كيحطش صور، فهمتي؟ يعني كيوصلوا هاد لي كومونتير بحال هكا ما معترفش بيك ما راضيش بيك، يعني ديجا كيوصلوا هاد. زعما علاش ولا ما قالتش لي ستوري باللي راه يعني ماشي زعما عام عامين ثلاث سنين، راه ما كنظن شحال تكون من 2013 وما بعد، يعني سنين راه صراحه راه شي شنيه من 2013 راه كيجمع كتجمع غير الفم اللي كيجمع. المهم الله يصبرها باش ما نكونوش طولنا عليكم بعدا في هذا السوجي. اللي غنقولوا الله يصبرك والله يقويك، و الا كان زعما ما يتصلح الله يصلح بيناتكم الخواطر وخليك قويه.